باين بان كثرة المباريات، لان الفريق الرجاء البيضاوي جرى تقريبا من شهر 7 حتى لدابا تقريبا اكثر من 36 مقابله 40 مقابله، ناهيك عن المقابلات بطبيعه الحال الحبيه اللي تقدر تضخم هذا العدد ديال المقابلات لاسباب. فكل مقابله هي كتعطي دي تروماتيزم، دي ميكرو تروماتيزم، فمقابله على مقابله كتعطيك يعني كتعطيك اصابه على اصابه، فالاصابه هذه كتكون واخا كتكون خفيفه في الاول كتولي يعني سميتو. انما اللي ما كي بزاف ماشي كنقول ما كيتفاهموش الناس، ولكن كاين بعض الاخوان اللي ما كيتفاهموش بانه اللاعب المصاب انه خصو الراحه ديالو الكامله وخصو يعني الوقت ديالو الكامل باش يتعافى من الاصابه قبل الرجوع ديالو الى الميدان، حيت الى رجعتيه قبل من الوقت ديال العلاج ديالو او قبل ما الاصابه يتعافى منها بصفه نهائيه، يعني 90% غادي يتصاب لك مره ثانيه. فاذا به ماشي حنا كنغيبوهم بزاف على المقابلات، وانما كنعطيهم الوقت الكافي بطبيعه الحال على حسب الاصابه. فالاصابه ديال العضله ماشي هي الاصابه ديال الاربطه، الاصابه ديال الاربطه ماشي هي الاصابه ديال الكسر الى اخره، فهذا الشيء هذا اللي كاين. فبالنسبه حاليا يعني حاليا اللاعبين ديال فريق الرجاء البيضاوي فهم كنشوفوا في المقابله اليوم كل شيء في صحه جيده، كل شيء اذا كان لاعب حفيظي بن حالب نياسي مابيدي اللي كانوا مصابين رجعوا كاملين للمقابلات ولعبوا مقابله جيده، ما ساعدناش الحظ اليوم ننتظروا، ما هذه هي كره القدم. والاصابه الوحيده اللي عندنا هو سند ورفلي اللي حس بالالم من بعد المقابله ديال تونس، وخضع لبعض الفحوصات تبين بانه عنده واحد الاصابه يعني طفيفه، غادي كيتخضع للعلاج الطبي يوميا يعني صباح ومساء، وغادي يكون ان شاء الله جاهز خلال الاسبوع المقبل ان شاء الله.